بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الجزء التطبيقي الخاص بكيفية تنفيذ اختبار تي لعينتين مرتبطتين باستخدام برنامج SPSS. طبعا احنا إن شاء الرحمن هنستخدم النسخة 25 لعرض وتوضيح تلك الخطوات. احنا شفنا في الفيديو الأولاني ازاي ان احنا الجانب النظري، ازاي الفكرة متى يستخدم هذا الاختبار وما هي شروطه وكيف يتم حجم التأثير وما يكتب في تقرير البحث. دلوقتي عايزين نشوف مع بعض ازاي ننفذ الكلام ده باستخدام برنامج SPSS. معاكم الاستاذ الدكتور محمد حبشي حسين، استاذ من نفس التربية كلية التربية جامعة الاسكندرية. تعال نشوف مع بعض اهداف لقائنا بسرعة. احنا اول حاجة عايزين نعرفها ان ازاي نكتشف البيانات، ودي خطوة مهمة جدا. اي حد بيتعامل مع اي تحليل احصائي لابد ان اول خطوة يكتشف بياناته. يعني ايه اكتشف بياناته؟ هنفهم مقصود بيها ايه، لكن دي خطوة اولانية قبل ما يعمل اي حاجة في البيانات، حتى لو كانت الخطوة الثانية هي اختبار الفروض المرتبطة بالاختبار الاحصائي. لابد ان احنا نختبر الفروض زي الخلط الاعتدالية، وده اهم شرط لان ده اللي بيفصل ما بين ان الواحد يستخدم احصاء بارامتري واحصاء لابارامتري. الخطوة الثالثة هي ان احنا هننفذ الكلام ده باستخدام برنامج الـ SPSS اللي هو الاختبار يعني الاحصائي، ثم ان احنا نبدأ مع بعض نقرا البيانات ونحاول نفسرها. ثم الخطوة الثالثة الخامسة نحسب حجم التأثير، ثم تيجي بعد كده كتابة تقرير البحث. تعال نمشي مع بعض خطوة خطوة نفهم كل خطوة وازاي ننفذها ونتعرف على الداتا اللي احنا هنستخدمها في هذا البرنامج. الخطوة اللي قلتها هي اكتشاف البيانات. اكتشاف البيانات معناها هل هناك بيانات مفقودة؟ هل هناك بيانات متطرفة؟ يعني عندي في الداتا بتاعتي اي بيانات ميسنج داتا؟ طب لو كانت في ميسنج داتا هتصرف معاها ازاي؟ هترك الامر لبرنامج الاس بي اس اس انه يستخدم طريقه من الطريقتين اللي هي ما يسمى الليست وايز ديليشن او البيرد وايز ديليشن، هيستخدم انه طريقه هنشوف مع بعض، او ان انا استخدم تعويض طريقه تعويضيه من طرق التعويض المختلفه اللي بتستخدم في التعامل مع البيانات. فلابد ان انا اتعرف على الطريقه المناسبه في التعامل مع بياناتي المفقوده ان وجدت في بياناتي. الحاجه الثانيه، هل في بيانات عندي بيانات متطرفه؟ في بيانات في قيم متطرفه يعني اوتلايرز، وده معناه ايه ببساطه؟ معناه في قيم يعني اكبر مما هو متوقع، وقد يكون ده سببه حاجه من الاثنين، قد يكون سببه خطا في ادخال البيانات. يعني انا عندي مقياس اقل درجه عليه مثلا 10 واقصى درجه عليه 60، لقيت فيه درجة 65 أو لقيت درجة 80 أو لقيت درجة كذا، ممكن ده أكيد ده هيعتبر خطأ في البيانات. وأحيانا في درجات مترتفعة نتيجة إن الأشخاص بيبقى مستواهم عالي أو قدراتهم الذهنية أو العقلية أو امتلاك المسمى بيبقى مرتفع. في جميع الأحوال لازم أتعرف على الدرجة المتطرفة وبرضه أتعامل معاها إزاي، كيفية تتعامل معها. طبعا بالنسبة للمتدرجات المتطرفة أتأكد الأول إنها مش تايبو، يعني مش خطأ في الإدخال. إذا كانت لا تمثل خطأ في الإدخال ولكنها بتمثل حالات طلبة بالفعل موجودين، يبقى في هذه الحالة يعني أشوف هل سأجري التحليل بوجود أولاء الأفراد أم بدونهم. يبقى الخطوة الأولى عايزين نكتشف بياناتنا. أول خطوة اكتشاف بيانات عايز أتعرف على البيانات اللي إحنا هنستخدمها في تحليلنا الإحصائي لـ Paired Sample T-Test أو Related Sample T-Test. هنشوف البيانات ونشوف إذا كان فيها درجات متطرفة ولا لأ. تعالوا مع بعض نروح نشوف بياناتنا. البيانات اللي معانا دلوقتي فيها أربع متغيرات، لو أنا رحت على الـ Variable View من تحت من هنا هلاقي إن في عندي حاجة اسمها الثقة في استخدام الكمبيوتر قبلي، الثقة في استخدام الكمبيوتر بعدي، قلق الكمبيوتر قبلي وقلق الكمبيوتر بعدي. والداتا طبعا أنا هدفي من إن أنا أضع سمتين، أحدهما سمة إيجابية اللي هي الثقة، والأخرى سمة سلبية وهي القلق، عشان أوضح من لحضراتكم إن أحيانا بيكون هدف البرنامج هو إنه يخفض شيء زي القلق أو يرفع بقيمة شيء هي الثقة، ونشوف ازاي ان ده ممكن ياثر في قيمه تي. قيمه تي احيانا بتطلع بقيم سالبه ويطلع الفرق بين متوسطات قيم سالبه، والبعض بينزعج بل البعض بيخاف ان هو يحط قيم سالبه موجوده في البيانات بتاعته قيمه تي. فلما تطلع قيمه تي بالسالب بيستغرب القيمه دي، لكن هي المشكله كلها بتبقى امر بسيط جدا هنوضحه لحضراتكم ايه اللي يخلي قيمه تي موجبه او قيمه تي سالبه. وانا في البحث اكتب ايه؟ هنبقى نوضح برضو الكلام ده في الجزء كتاب التقرير البحث. لو رجعت للداتا بتاعتي مره ثانيه من خلال داتا فيو وبدات ابص على الداتا هلاقي ان انا عندي المفروض لو بصيت حجم العينه عندي بكام؟ المفروض حجم العينه عندي 92، لكن في الثقه بعدي
والقلق بعدي هناك عندي 1 2 3 4 5 6، في 6 أشخاص تخلفوا عن التطبيق البعدي، يعني كانوا موجودين عندي في القبلي وغير ولم يكونوا مش متواجدين في البعدي، مش متواجدين في البعدي. فإذا تركت الأمر لقيس لاختبار اس بي اس او لبرنامج اس بي اس اس، غالبا بيتعامل يعني وفقا للتحليل الاحصائي مع ما يسمى ليست وايز ديليشن، يعني هيشيل الاشخاص اللي في الاخر اللي هو 97 و 87 و 88 لغايه 92، هيحذفهم الاشخاص من اول رقم 87، شخص رقم 87 هيجي لغايه 87 ودولت وهيحذفهم. ده بيخفض حجم العينه وده ممكن ياثر على قوه الاختبار وبيأثر على بعض النتائج. ازاي ان انا احل المشكله دي؟ فلابد ان انا يعني ممكن ان انا في هذه الحاله افضل من ان انا اتعامل مع الليست وايز ديليشن اللي هتخفض لي حجم عينتي، ان انا استخدم حاجه اسمها المالتي امبيوتيشن، التعويضات المتعدده. هنشوفهم مع هنشوف برضو الموضوع مع بعض، لكن خلينا في الخطوه الاولانيه ان احنا عايزين نكتشف الداتا بتاعتنا، الداتا بتاعتنا اللي فيها 6 حالات في الاخر منخفضين. ان انا اروح عندي الداتا واشوف عندي ديسكريبتيف ستاتستكس او فريكوانسيز او شك. طبعا انا هنا افضل ديسكريبتيف ستاتستكس لان المتغيرات بتاعتي كلها كونتينوس، تغيرات متصله. اعمل ريسيت عشان ارجع الموضوع لاصله، وهدخل المتغيرات بتاعتي واقول له كده ادخلها. وافضل برضو في الحاله دي ان انا ابص على الاوبشنز عشان ابدا اشوف اذا كان عندي سكيونس او كورتوزس او وات ايفر القيم العظمى والقيم الصغرى والماكسيمم والمينيمم بتاعتي عامله ازاي. هنسيب السكيونس والكورتوزس لما نيجي نتكلم على الاعتداليه، لكن دلوقتي انا عايز اعرف القيم العظمى والقيم الصغرى للدرجات بتاعتي كام، وهل دي متوافقه مع القيم اللي انا متوقعها المقياسي ولا لا. فبقول له كده اوكي، هتبدا النتائج تظهر. والنتائج هيهمني فيها ان انا اشوف المينيمم والماكسيمم بتاعي. لاحظ ان حجم العينه مره 92 ومره 86 ومره 92 ومره 88، حجم العينه بيختلف حسب نوع المتغير. لما بتكلم عن القبلي بلاقي ال 92 تمام، لما بتكلم عن البعدي بلاقيها 86. طبعا ليه؟ لان انا عندي 6 حالات، مع ذلك ان انا عندي ميسنج داتا. طيب اتعامل ازاي مع الميسنج داتا دولت؟ لو انا رجعت للداتا مره اخرى، انا ممكن اروح على انالايز واروح على ميسنج مالتيبل امبيوتيشن، ان انا استخدم طريقه المالتيبل امبيوتيشن واروح على امبيوت ميسنج داتا فاليو، يعني اعمل لي تعويض للبيانات المفقوده. مره ثانيه انا رحت على انالايز، ومن هنا رحت على مالتيبل امبيوتيشن ورحت على امبيوتنج ميسنج داتا فاليو، يعني عامل لي عمليه تعويض للداتا. طريقه المالتيبل امبيوتيشن بتعمل لي اكتر من تعويض لقيمه الداتا، يعني تحط لي بتعوض باكتر من قيمه، وبالتالي بحصل على اكتر من قاعده بيانات. طب هتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هنشوف مع بعض. ببساطه انا طبعا برضو هعمل ريسيت هنا بحيث ان كل حاجه ترجع زي ما كانت. وحاجه اقول له لو سمحت دلوقتي، هيقول لي نعمل عايزين نعمل ميسنج داتا، اقول له خد الداتا بتاعتي اللي هي فيها المتغيرات كلها دي، ولو لقيت اي حاجه فيها ميسنج اعمل لها عمليه تعويض. طيب اللي هيعمل كام امبيوتيشن؟ طبعا البعض بيوصي ب 10. هنا الاس بي اس اس معتمد على قيم، يعني يعمل 5 قواعد بيانات مش 10، واعتقد ان 5 مناسبين جدا. وهقول له اعمل لي داتا قاعده بيانات جديده، قاعده البيانات دي سميها يعني سميها كومبليت داتا، كومبليت داتا. ويعني الميثود المستخدمه مش هنفرق معايا في حاجه، هي بتستخدم بطريقه اوتوماتيك. وحتى لو احنا رحنا على طريقه الكاستمايز، اللينير ريجريشن بيستخدم طريقتين، لكن اللينير ريجريشن هي دي افضل. تمام، مش هحط اي قيود حوالين القيم اللي انا عاملها امبيوتيشن، مش عايزها لا تزيد عن كذا ولا تقل عن كذا. ولو انا طبعا لو هيطلع لي حاجه ديسيمال ما اعمل لها راوندنج، انا مش هعمل الكلام ده كله، اسيب الكمبيوتر لاني انا شايف ان القيم اللي عندي كلها ما فيهاش ارقام عشريه. فممكن البعض بيفضل ان انا اعمل راوندنج، اعمل عمليه تقريب بحيث ان القيم الاوتبوت هسيب برده كل حاجه زي ما هي. كده هيعمل لي داتا قاعده بيانات جديده اسمها كومبليت داتا، وهيضع من فيها 5 بالاضافه الى الداتا الاصليه، وهنشوف مع بعض اللي انا ادخلتها، هيحط لي 5 قواعد بيانات جديده.
هيبدأ يحاول ينفذ الموضوع. ولاحظ تحت في البروسيسور بيقول لي running multiple imputation، يعني بيعمل multiple imputation، وهنا بيقول لي عدد المالتيبل imputation 5 والماكسيم الميسنج داتا. طبعا هو هنا احنا قايلين 100%، انا ما عنديش رقم، كان عندي هم كلهم نسبه صغيره جدا. وادي شكلها. هرجع تاني للويندوز، هلاقي عندي في داتا جديده اسمها complete data. complete data دي الداتا الجديده اللي هو انشاها. complete data ديت لو انا بصيت هلاقي imputation 0. الimputation 0 دي معناها القيم الاساسيه اللي انا دخلتها. لذلك لو انا بصيت عند رقم 92 هبص هلاقي الداتا لغايه رقم 92. ادي الست قيم المفقوده اللي في الاخر. وبعدين اول بيانات او اول قاعده بيانات انشاها ال 92 الاولانيين اللي بعد كده اللي هو امبيوتيشن 1. هبص هلاقي في الاخر قاعده البيانات دي هلاقي فيه مجموعه قيم بلون مختلف عشان خاطر يميزها. لو احنا قلنا 92 و92 يبقى بنتكلم على 184. يبقى عند 184 هتبقى خلصت الداتا الاولانيه بالظبط. طبعا لو زودت كمان 92 يبقى هنوصل عند، يعني دي الداتا، دي قاعده البيانات الثانيه. كل طبعا اللي بلون مختلف دي البيانات اللي تم التعويض عنها بس قاعده البيانات الاولى. ولاحظوا ان في 1 2 كل مره قاعده البيانات بيعطى رقم جديد عشان اميزها عن اللي قبلها. اول ما هوصل لل 300 هجد ان انا لا 276. ادي قاعده البيانات الثانيه خلصت ودول برضو الميسنج ده. طب انا هعمل ايه؟ انا عندي 5 قواعد بيانات. في طبعا اكتر من طريقه ان انا اعمل ميرج للكلام ده، لكن احنا مش هدفنا الموضوع ده دلوقتي. غالبا احنا بنميل الى ان احنا ناخد قاعده البيانات الاخيره، ودي اللي اتعامل معاها. قاعده البيانات الاخيره اللي اتعامل معاها اللي هي قاعده البيانات الخمسه رقم 5، وباخد منها القيم واعوضها. ممكن ان انا اروح هنا عند الداتا الجزء ده كده، اروح عند الداتا، ومن عند الداتا هختار سيلكت كيس. اروح تحت خالص واقول له سيلكت كيس، وهختار ان السيلكت كيس بتاعتي اللي هي الامبيوتيشن تساوي 5، يعني عشان خاطر اقول له امبيوتيشن تساوي 5. يبقى ده هختار قاعده البيانات الاخيره واقول له كونتينيو. وبعدين طبعا هيقول لي ايه، فلتر اوت ولا كوبي ولا ديليت ان سيلكتد. انا هختار ديليت ان سيلكتد على اساس ان الداتا بتاعتي ما يبقاش فيها غير قاعده البيانات الاخيره فقط، واي حاجه ثانيه اشيلها. انا مش محتاج الكلام ده هدف كله بس عمليه توضيح وعمليه تدريب. بقول له ديليت ان سيلكتد كيسز. طبعا هيشيل الان سيلكتد كيسز. لو رجعت ثاني للداتا بتاعتي هبص هلاقي عندي مسح كل حاجه وساب لي فقط اللي هم رقم 5. ليه رقم 5؟ طبعا انا مش عايز رقم 5 ده، فممكن ان انا برضو اعمل كده اظلله واعمل رايت كليك عشان خاطر اعمل له عمليه كلير عشان يحذف. ودي البيانات اللي انا هتعامل معاها اللي هي البيانات كومبليت داتا. دي البيانات اللي بتسمى كومبليت داتا. يبقى كده انا بقت عندي داتا مكتمله. لو نزلت كده بقى طبعا هلاقيهم زي ما هم 96، هلاقي ان هم 96، لكن في هذه الحالة أنا عندي بيانات مكتملة. حتى الجزء الأخير 92 فيهم حتى البيانات الأخيرة بيانات مكتملة. ممكن طبعا إن أنا أسيفه وأقول له سيف أز، وأسميه أحطه بقى في حتة معينة بعرف دي البيانات اللي هتعامل معاها اللي فيها كومبليت ما عنديش فيها ميسنج، مكتملة يعني. وأنا دي اللي هتبقى فيها اللي يسمى كومبليت داتا سيت. هيقول لي طبعا حفظه فين، يعني بعرف ان انا هنا مثلا حفظته في الداونلود واسميه ريبيتد تيم تيست. سيف خلاص على كده. كده بقت دي الداتا اللي انا شغال معاها تمام، ودي الداتا مكتمله كامله ممكن ان انا استخدمها في تحليل الاحصاء. لو رجعنا بعد كده بقى مع بعض، دي الخطوه الاولانيه عرفنا الداتا بتاعتنا وعرفنا انها داتا مكتمله ما فيهاش اي مشكله. ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه زي ما حضراتكم عارفين ان احنا نختبر الاعتداليه. عايزين نختبر الاعتداليه. خلي بالكم في الفيديو الاولاني انا قلت ان الاعتداليه هو الفروق الدرجات. فانا مره ثانيه هرجع
واروح على برنامج الـ SPSS وهعمل اعتدالية ولكن لفروق الدرجات. طبعا في نقطة مهمة جدا انا يعني بحب دايما اقولها، ان احنا لما نجيب يعني الفرق ما بين الدرجات احيانا التجربة بتاعتي اللي بعملها بتعمل التواء في الدرجات للقياس البعدي، يعني دايما القياس القبلي بيبقى أي قبل تدخل التجربة، اما القياس البعدي فيبقى بيأثر في شكل الدرجات وتوزيعها. دايما احنا بنعمل تجربة علشان خاطر نرفع من حاجة او نقلل من حاجة، فبالتالي القياس البعدي غالبا بيأثر تأثير في شكل الدرجات، الا ان اختبارنا بيقول ان احنا لازم نجيب الفرق ثم نختبر اعتدالية هذا الفرق. طب نجيب الفرق ازاي؟ احنا عارفين برضو من فيديوهات سابقة الناس اللي كانت مع الـ SPSS في قائمة Transform في عندي حاجة اسمها Compute Variable. Compute Variable في Compute Variable انا هقول مثلا هنا ده اسميه Def لان ده هيعتبر فيه الفرق، فاسميه Def Anxiety، وده هيبقى عبارة عن القبل ولا البعدي. يعني خلينا طبعا في القلق احنا نحط القبل الاول ثم نطرح منه البعدي. ليه انا حطيت القبل الاول؟ لان انا عارف ان القبل هيبقى مرتفع والبعدي هيبقى اقل، فتملي احنا بنحب تطلع القيم يغلب عليها قيم موجبة، فهقول له كده اوكي. المفروض ان انا رجعت للداتا بتاعتي اللي هي الداتا بتاعتي الاكتف، الاقي في عندي متغير جديد بهذا القال اسمه ديف انكزايتي وهو بهذه القيمة. لو حبيت طبعا واضح مثلا ان القيم الموجبة ممكن طبعا اخلص من المتر العشرية دي في ان انا بروح على فيريابل وان جاي راح على المتغير الاخير اللي انا انشأته ده، لان هم اصلا ما فهمش ارقام عشرية، يبقى اخير كمان الاخير مفيش ارقام عشرية. ديف انكزايتي واضح ان اللي بيبقى موجب، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى القبلي كان اعلى، يبقى التجربه حققت هدفها. لكن ما يمنعش ان انا اجد بعض الاشخاص زي ده حصل لهم زياده ما بين القبلي وما بين البعدي، يعني بعد التجربه زاد القلق عندهم. حاجات متطرفه لها اسبابها، ممكن يكون نتيجه عدم التزامهم بالتجربه او تقدر السبب ايه. جيت انا جبت الديف انكزايتي، في هذه الحاله انا اروح بقى على اختبار الاعتداليه. طب اختبر الاعتداليه ازاي؟ بروح على انالايز وبروح على Descriptive Statistics. في Descriptive Statistics عندنا أمر اسمه Explore. أنا هعمل Explore للدفة اللي هو الفرق، تمام، وأتأكد أنها متعلم على كلمة البوث، يعني عايز الرسم وعايز الإحصاء. وأروح عند Statistics هنا، وطبعا Descriptive زي ما هي كويسة، لو في عندي Outliers برضو أشوفها، أشوف الأوتلايرز. أروح عند البلوت، في البلوت يعني الستيم اند ليف، انا عايز الهيستوجرام كمان. الستيم اند ليف ممكن اسيبه، لكن ما انساش ان انا اتج نورماليتي بلس وستيست، لان ده مهم جدا جدا جدا، مهم جدا. طب اعمل لي برده البوكس بلوت للديبندنت اللي هو للمتغير بتاعي عشان اعمل لي البوكس بلوت بتاعه. طيب في حاجه ثانيه انا هوت؟ لا مش اي حاجه ثانيه، هقول كده اوكي. طبعا اللي تحت ده بيكون مفعل لما يكون عندي ليفلز، لكن انا ما عنديش ليفلز للليفين تيست، وانا مش هختبر الليفين تيست لهذا الاختبار، لن يتم اختباره. ده بيختار الليفين تيست، ده بيستخدم مع التو سام اندبندنت تو سامبل تي تيست. يبقى انا كده في الاوبشن، في حاجه في الاوبشن؟ مفيش حاجه. طبعا هنا اكسكلود كيس تيست لو عايز انا، واكسكلود كيس بير وايز. طبعا انا حليت الموضوع ده كله خلاص بان انا استخدمت ايه يا جماعه؟ استخدمت المالتيبل ايديوكيشن، فما عنديش ميسنج. كل هقول له اقول له اوكي، هتبدا تظهر لي النتائج. احاول من خلال هذه النتائج ان انا اتعرف على هل تحقق شرط الاعتداليه ولا لا. في اكتر من طريقه، ايوه في طبعا برضه لاحظه هنا رينج اكزامين، بيحاول في ران شغال. طول ما فيش كلمه الاس بي اس اس بروسيسور ريدي، يبقى معنى ذلك ان هو لسه شغال بيعمل حاجه. فبقول ان الاعتداليه في بعض الناس بيعتمد على الالتواء والتفاقح، وفي قيم بقى يعني كلام كتير وجهات نظر كتيره حوالين قيمها بكام. لكن الاس بي اس اس بيقدم لي اختبارين، اختبار ليفين تيست واختبار شابيرو وولفز تيست، اسف اختبار كولمنجروفس مونروف تيست واختبار شابيرو تيست. فالاختبارين دولت بيتعاملوا مباشره. انا ما بحبش ابص على، طبعا هنا بيقول لي
عندك 92 وكانش مش ممكن احصل على الفاليد 100%، ما كنتش احصل على الكلام ده الا لو كنت عملت الخطوه بتاعت الميسنج امبيوتيشن، هي دي الخطوه اللي حلت لي الموضوع ده. لو اسمسيت على السكيونوس والكورتوزس واضح ان القيم بتاعتهم صغيره، بعض الناس بتتكلم على واحد واثنين وواحد وتلاتة وفي قيم مختلفة، لكن احنا ما بنحبش الكلام ده كله. انا بنحب دايما ان احنا نروح على التست فور نورماليتي. شايفين هنا لو انا اتكلمت على كوميجروبس من روف تيست سيجنيفيكانت، لا غير دالة طبعا، this is lower bound طبعا دي غير دالة. طب لكن عند السيجنيفيكانت بتاعت شابير ويلك طبعا دي دالة لانها اقل من 5%. طب هنشعل انه واحدة في جميع الاحوال احنا حجم عينتنا 92 وده يا دوبك يعني هنا غير داله، يعني شرط وفقا للكولوموجروبس من روف تيست ده غير يعني شرط الاعتداليه متحقق، لكن وفقا لشابير ويلك هذه الاعتداليه غير شرط الاعتداليه غير متحقق. ليه؟ لان دي داله. طب همشي تبع انه واحده طبعا احنا معظم الليترشر بياكدوا على شابير ويلك، لكن في جميع الاحوال احنا حجم عينتنا اكبر من 30 فيخلينا والاس بي اس اس روباست التي تيست اسف متين جدا ضد الانحراف على الاعتداليه. في جميع الاحوال يعني القيم بتقول ان في الاعتداليه لحد ما متحققه. لو بصيت على الهيستوجرام واضح برضه الهيستوجرام يعني في شكل، لكن هنا في نقاط برضه هنا نقاط عاليه مش شكل الاعتداليه قوي، لكن يمشي. لو حاولنا نشوف الرسمه بتاعه الكيو كيو بلوت، كيو كيو بلوت احنا عايزين دايما النقاط تكون على الخط، على الخط المستقيم اللي في النص ده، واضح ان معظم النقاط جايه عند الخط، لكن عندي في الاخر عند التيلز عند الفيل عند الفيل في قيم بعيده شويه تمام اللي في الاخر عند الاطراف دولت، لكن في جميع الاحوال زي ما قلت ان شرط الاعتداليه ممكن نعتبره متحقق، ممكن نعتبره متحقق. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ احنا دلوقتي الخطوه شفنا الاعتداليه وصلنا للكونكلوجن الى ان الاعتداليه الى حد ما متحققه بصوره نسبيه بصوره ما، عشان برضو ما حدش يعني يقول طب ما كانت غير داله. الاختبارات ديت يعني بتبقى فيها قدر من الحساسيه شويه لحجم العينه، فاحنا حجم العينه طالما عدى 30 فممكن نتجاوز عنه. ما تنساش ان كولوموجروف برضو طلع غير دال، يعني شرط الاعتداليه متحقق في الاختبار. السكوينس والكورتوزس برضو قيم مقبوله. طب ايه الخطوه الثالثه؟ الخطوه الثالثه ان احنا بقى ننفذ التحليل الاحصائي باستخدام بيرد سامبل تي تيست. فبرضه هنروح على الداتا بتاعتنا ونروح على انالايز عشان نطبق، ونروح على كومبير مينز. كومبير مينز في الاس بي اس اس في طبعا بيرد سامبل موجوده قبل منها اندبندنت سامبل، وحكايه سامري اندبندنت دي جديده في النسخه 25، في نسخ قبل كده اعتقد ما كانتش موجوده. بيرد سامبل تي تيست ده اللي هيهمنا دلوقتي، بيرد سامبل تي تيست. فبيرد سامبل تي تيست هو ده الاختبار المناسب عشان اطبق اختبارتين العينتين مرتبطتين. طيب لازم عشان اوكي دي تبقى مفعله لابد ان انا ادخل قيمتين. انا هبدأ بالكمبيوتر فهدخل القبلي، خلي بالكم بقى من الترتيب هنا قوي، وهدخل البعدي. انا هدخل القبلي الاول ثم ادخل البعدي. طب هنا في الاوبشن مفيش اي حاجه في الاوبشن اكسكلود كيس اناليسيس بان اناليسيس ولا كيس ليست وايز. في جميع الاحوال انا تخلصت من الميسنج داتا، كل ده بيتكلم عن الميسنج داتا والخطوه الامنيه خلتني احل المشكله دي. كل اللي انا هعمله هقول له اوكي، مفيش اي حاجه ثانيه خلاف ان انا اقول اوكي وانتظر الى ان تصبح النتائج جاهزه بتاعتي. في النتائج بتاعتي قبل ما اتكلم عن النتائج، كان في الخطوه اللي فاتت برضه في الجزء الاولاني انه واضح ان انا عندي شكل من اشكال الاوتلايرز، في نقاط الابسرفيشن 3 والابسرفيشن 25 في دولت اوتلاير نقاط متطرفه، والنقاط المتطرفه يعني طبعا احنا عارفين ان البوكس بلوت ده 75% هنا 95 ده في قيم متطرفه بالارتفاع موجوده فوق. هذه القيم هنعمل معاها ايه؟ المفروض ان انا اعمل التحليل مره بوجودها ومره بعدم وجودها واشوف هل هذه القيم يعني بتاثر في التحليل تاثير كبير ولا لا. دي بالنسبه للاوتلايرز، بالنسبه للاوتلايرز ارجع هنا لاختبار تي تيست. طبعا حجم العينه اصبح ثابت، ما كنش ممكن نحصل على ده الا لو عملنا خطوه الميسنج داتا. المين بتاع القبلي 53.49% والمين بتاع البعدي 46.12%. واضح ان القبلي اعلى من البعدي، وده منطقي في مساله الايه يا جماعه، في مساله اختبار تي تيست.
اختبرت تيست بالنسبه للقلق. القلق احنا عايزين دايما نخفضه، تمام؟ فواضح ان هو تم عمليه تخفيضه. لو بصينا تحت هنا في عندنا معامل ارتباط بين القبل والبعدي 73%، وده منطقي عشان كده احنا استخدمنا بيرد سامبل تي تيست. ما معنى هذا الارتباط؟ معناه ان رتب الافراد، الرتب بتاعه الافراد في القياس الاول لم تختلف كثيرا عن رتبهم في القياس البعدي، يعني 73% تقريبا من الاشخاص لم يختلف ترتيبهم في القياس القبلي عن القياس البعدي. صحيح حصل تخفيض، لكن حصل تخفيض للجميع، مفيش يعني مش المرتفعين تخفضوا اسرع او المنخفضين لا، مفيش حاجه زي كده. فهنا بيقول لك 73% من الحالات رتب الافراد لم يتغير بين التطبيق الاول والثاني. لو نزلت لتحت بقى المين، المين ديفرنس، ده المين ديفرنس يعني عباره عن الفرق بين ال 53 و 49 اطرحها من 46، لو طرحت القيمتين دول من بعض هيطلع لك 7 و3. طب والستاندرد ديفيشن هل هو الفرق؟ لا طبعا، الستاندرد ديفيشن مش هو الفرق، لان الفرق ما بين لو عندي درجتين او عندي مجموعتين من الدرجات، الفرق في المتوسط سهل، فرق متوسط الاول ناقص متوسط الثاني، لكن الفرق في الانحراف المعياري لا طبعا، هو عبارة عن طريقة حسابه بتختلف وبيدخل فيها معامل الارتباط ده، مش هو ده موضوعنا. لكن الطريقة لا تعتمد، مش مجرد طرح، مش مجرد طرح، ده هو بيعتبر يعني المتوسط الأول ناقص المتوسط الثاني، وفي كمان قيمة تانية بتبقى زائد 2 انحراف المعيار الأول انحراف المعيار الثاني مضروب في معامل الارتباط أو مربع، ليها معادلة خاصة بيها. الستاندرد ايرور اوف مين برضه ده ليس حاصل الطرح، لكن هو ده لو خدنا العشرة دي، ال 10.329 وقسمناها على جذر التربيعي ل 92، لو خدنا ال 10.9 دي وقسمناها هي 10.329 من 1000، لو قسمناها على الجذر التربيعي ل 92 هيطلع لنا الخطأ المعياري ده اللي هو 1.1. طبعا هنا فترة الثقة، فترة الثقة التي فاليو عندنا هنا بكام؟ تي فاليو عندنا هنا بستة، ودي دالة ولا غير دالة؟ طبعا درجة الحرية ب91، لو تفتكروا في الفيديو الأولاني قلنا درجة الحرية بتساوي حجم العينة ناقص 1، 92 ناقص 1 تطلع 91. طب وهنا مستوى الدلالة طبعا دالة، ودالة بدرجة عالية، لكن أكتب بصفر، أنا قلت برضو الكلام ده لأ، لا أكتبش بصفر، عشان كده بقول إن الـ SPSS بيقدم النتائج لثلاث درجات عشرية، لكن لو أنا مثلا عملت دبل كليك على بحيث أفعل الجدول ده كده وبدأت إن أنا أشوف كده، وشايفين طبعا لو انا كده عايز اجيب القيمه دي بكام، اقول له حاجه اسمها سيل بروبابيلتيز، هبص هلاقي لما تظهر لي السيل بروبابيلتيز اس بي اس اس 3 ارقام عشريه، لكن انا لو خليتهم مثلا 10 ارقام عشريه مش هلاقي كله اصفار، لكن في القيمه بتاعتي واضح ان في الاخر في 9، واضح في الاخر في 9، وذلك لو انا قفلت ده كده ورجعت للرسمه بتاعتي شايفين 0009، يعني في رقم في الاخر، لو كنت عايز ازور ظهر لي الرقم اللي بعد كده. واضح من كلامي نوت ان انا بس عايز اقول ان هذا الرقم ليس بصفر، مش اصفار على طول الخط، لكن في رقم بيظهر في الاخر زي ما حضراتكم شايفين، لكن اس بي اس اس لان هو الديفولت بتاعه ثلاث ارقام عشريه، فعشان كده بنقول ان هو بيديني ثلاث اصفار، لكن لا نكتب صفر، نقول اقل من 0.001 زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. يبقى قيمه تي اهي، درجه الحريه اهي، وادي مستوى الدلاله. طيب ودي قيمة المتوسط الأول والمتوسط الثاني، واضح إن برنامجنا خفض القلق وخفضه بصورة دالة إحصائياً بدليل إن قيمة تي أهي ومستوى دلالتها إيه والقيمة بهذا الشكل. طيب يبقى إحنا كده عرفنا وفسرنا القيم، فسرنا معامل الارتباط وفسرنا كذا وفسرنا كذا. فاضل لنا نقطة أخيرة، إزاي نحسب الدلالة، نحسب ما يسمى حجم الأثر أو حجم التأثير. حجم الأثر أو حجم التأثير بمنتهى البساطة شفنا في الفيديو السابق، كل اللي احنا بنعمله بناخد قيمة T ودرجة الحرية، بنربع قيمة T 6.846 ودرجة الحرية عندي 91. لو تفتكروا أنا ممكن أعمل الموضوع ده إزاي، أنا ممكن أروح على الأمر بتاعي هنا وتقول له نيو عشان بس أحسب حسابات معينة، عشان ما أروحش على إكسل ولا مش إكسل ولا حاجة، أنا ممكن وأنا هنا هو كده اروح على سكريبت واقول له بايثون، هات لي بايثون 3 مثلا، وانا عارف المعادله بتتحسب ازاي، برضو بفكر حضراتكم اوميجا سكوير بتساوي تي سكوير على تي سكوير زائد درجه الحريه، لو عايز اوميجا يبقى تي سكوير ناقص 1 على تي سكوير زائد درجه الحريه، عمليه بسيطه، تي سكوير اهي موجوده ودرجه الحريه موجوده،
كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هننتظر لما البايثون يحمل وبعدين نبدأ نحسب حساباتنا بطريقتنا الخاصة. طبعا يعني ممكن في اكتر، زي ما قلت ان في 2 بايثون، انا حتى ممكن ان انا استخدم بايثون 2. بايثون 2 انا عندي قيمة تي سكوير، تي لوحدها بكام؟ 2. كام؟ حط كده عشان نكتب انجليزي 2.846. ده نعمل له قص 2، قص 2 يعني لازم نجمتين تقسيم على نفس القيمة اللي هي 6.846، وده قص 2 يعني نجمتين. بعدين ازود على الكلام ده هوت، هزود درجة الحرية اللي هي 9.1 زائد 9.1. واقفل القوزة كده عشان اضمن بس ان انا وتأمينا لنفسي ممكن كمان احط قوس عشان ده يتعرف له ده حاجة ولوحدها وده حاجة لوحدها، ما يحصلش انه يجمع الاثنين الاول، مش هيعمل كده، بس ممكن يجمع الاثنين على 91 وطلع قيمة غريبة جدا. لو انا كده اعتمدت عليها هبص الاقي طلع لي القيمة بتاعتي 33، يعني 34%. 34% ده ايتا سكوير. ايتا سكوير دي قيمة ايتا سكوير. لو عايز اجيب كمان القيمة دي، ايوه انا هاخد القيمة دي ونعوضها ينوض كده، وهنا دي برضو هتبقى كده ناقص واحد، لان الفرق بين زي ما احنا قلنا ما بين اوميجا سكوير وايتا سكوير ان اوميجا سكوير بتطرح منها من التي لفوق واحد، اللي يعمل كده تطلع لي تقريبا برضو 33، لكن دي 34، فرق بسيط جدا ما بين الاثنين. يبقى احنا كده جبنا الحسابات بتاعتنا باستخدام ايتا سكوير وباستخدام اوميجا سكوير. كل ده بقى فاضل لنا الجزء الاخير، ازاي نكتب ده في تقرير البحث. قبل ما نقول ازاي نكتب تقرير البحث هعيد نفس الامر تاني، بس لمين؟ للبيرد سامبل تي تيست. انا عايز اوضح بس بيرد سامبل اعمل ريسيت. لو دخلنا بقى لو دخلت مثلا القلق بعد الاول مثلا، يعني او بلاش القلق، خلينا احنا متعودين القبل الاول، بس هستخدم في الثقه استخدام الكمبيوتر اهو واستخدام ده. انا طبعا لو انا وسعت الدنيا بس كده اشوف المتغيرات بتاعتي، يبقى هنا الثقه قبلي والثقه ايه بعد، نفس الطريقه تمام. هقول له كده اوكي عشان اوضح بس لحضراتكم حاجه. في الثقه القبلي لما هتشوفوا في الثقه القبلي 31 والبعد 32، الفرق بينهم ان القبلي هنا قليل، انا عايز احسن بقى المره دي مش عايز اقلل زي القلق. نبص هنا تحت بقى، هنبص على قيمة T، هنبص لقيها بالسالب. مش خطأ في العمليات الحسابية ولا خطأ في البرنامج ولا خطأ في أي حاجة، هو الموضوع كله اختلاف في فترة الإيه؟ اختلاف في طريقة إدخال المتغيرات. وإذا كنت عايز أطلعها دي بالموجب، كل اللي مطلوب مني هو أنا أعكس الترتيب، يعني أروح تاني عند بيرد سامبل تمام، وأعكس الترتيب، أدخل البعد الأول. لكن طبعا عشان ادخل البعدي الاول، بعض ما بيحبش الطريقه ديت، لو قلت له ريسيت ودخلت البعدي الاول يبقى عندنا القبلي، عشان بس اتخلص من حكايه الاشاره دي، مش اي حاجه تختلف. هنبص نلاقي قيم متوسطات واحده، ادي كتب لي بس 32 31، ده البعدي الاول ثم القبلي، وقيمه تيه طلعت ايه؟ طلعت بالنسبه داله ولا غير داله؟ برضو داله، برضو داله البرنامج بتاعنا. ازاي نكتب ده الكلام ده في تقرير البحث؟ احنا قلنا الامر بمنتهى البساطه، بنقول والله ان اظهرت النتائج ان هناك فاعليه البرنامج في خفض حده القلق، حيث انخفض القلق من متوسط كذا وانحراف معياري كذا الى متوسط كذا وانحراف معياري كذا. اكتب المتوسطات حيث كانت قيمه تي قيمتها ودرجه الحريه اهي ومستوى دلالتها اهي، وقد اظهر البرنامج فاعليه حيث ان حجم التاثير ولا قدرته 34، اي ان 34% من التباين في درجات الافراد ممكن ارجعوا الى المتغير التجريبي اللي انا كنت بستخدمه. ارجو ان يكون الفيديو عجب حضراتكم وما يكونش يعني ما يكونش اطول مما ينبغي. انا كنت متخيل انه هياخد وقت اقل من كده، لكن يعني ده بصوره عامه اللي احنا كنا عاوزين نقوله. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل له لايك،
لو تعرف ان في حد ممكن يستفيد بيه وعلى قناتك اعمل له شير في جميع الاحوال، ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان خاطر في فيديوهات اخرى احنا بنتنوع فيديوهاتنا ما بين فيديوهات بسيطه زي دي وفيديوهات اكثر عشان نخاطب كل الناس، لان احنا بندرس طلاب ويهمنا ان يعرفوا كل حاجه. اتمنى الفيديو عجبكم، وما تنساش ما قلت تعمل سبسكرايب، تعمل لايك وتعليقاتك، واي حاجه تحب ان انت تشوفها على القناه دي اكتبها لي، لان بحب دايما ان انا يكون القناه هي تعبير عن اللي انتوا بتحبوه. اتمنى لكم جميعا التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.